رقم 2 عز الخشبة وعمق الخشبة، وما حدش جاب سيرتهم ليه؟ الولد اللي كان بيعدي الشارع مع محمد عادل والدنيا كلها اتكلمت عنه، والبعض بيقول لا ده كان واحد ماشي في الشارع. لا يا جماعة، النهاردة هنعرف حقيقة الشخص اللي كان موجود مع المتهم، وهم دول اللي كانوا عاوزين يلبسوا قميص النوم ويقلعوا ملط. جديد جريمة قتل نير أشرف، شاب غامض يظهر بتيشيرت أصفر. نص رسائل محمد عدلي طالبة المنصورة نير أشرف: السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ويضربوه ويهنوه ويقللوا منه ويعملوا 1 2 3 4. طب الكلام ده كلامي؟ لا والله ده ما كلامي خالص، ده كلام أم نيرة نفسها. ازاي أم نيرة قالت كده؟ قالت كده. نشوف قالت كده ازاي حالا، اوري حضراتكم أم نيرة. جديد جريمة قتل نيرة أشرف، شاب غامض يظهر بتيشيرت أصفر. ابن خال طالبة المنصور أكد أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من سيره بجوار قاتل نيرة الدعات لا أساس لها من الصحة، بالرغم من إزالة الستار على القضية التي هزت الرأي العام في مصر منذ أيام، إلا أن مفاجأتها ما زالت تتوالى، فقد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مقطع فيديو جديد من موقع حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا بيد زميلها محمد عادل، الذي أيدت محكمة الجنايات حكم الإعدام بحقه منذ أيام. وبحسب الفيديو، ظهر شخص يرتدي تيشيرت أصفر يسير بجوار محمد عادل القاتل خلال ملاحقته لنيرة أشرف قبل مقتلها. وما إن بدأ الجاني بتنفيذ جريمته حتى أسرع الشخص المجهول مهرولا من موقع الحادثة بعد أن مر الاثنان معا عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع. وتسأل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية ذلك الشخص وعلاقته بالقاتل وأسباب تواجده في موقع الحادث قبل تنفيذ القاتل جريمته بدقائق، كما أشاروا إلى ظهور نفس الشخص في أعزاء نيرة أشرف الذي أقامت الأسرة بدار مناسبات الشام بمدينة المحلة الكبرى بعد صدور حكم الإعدام على المتهم في القضية. وتسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة ذلك الشخص الغامض وأسباب ظهوره في أعزاء نيرة أشرف وما علاقته بالقاتل والمجني عليها في ذات الوقت. وادعى البعض أن ذلك الشخص الغامض هو ابن خالة نيرة أشرف ويدعى محمود لتراس، مما زاد الأمر غموضا عن سبب تواجده على بعض خطوات من الجريمة، إلا أن النفي جاء سريعا على لسان محمود لتراس نفسه بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية، حيث أكدوا أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس من الصحة، مبينا أنه ليس له علاقة بالقاتل، وتم استدعاه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس. ولفت إلى أن ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه مجرد صور مفبركة، الهدف منها محاولة الزج به والتشهير والنيل من أفراد أسرة نيرة أشرف، متوعدا بأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتهمة نشر أخبار مغلوطة ومجهولة المصدر، مشيرا إلى أنه يوم الواقع كان متواجدا في منزله بمدينة المحلة الكبرى. كما نفى محمود لتراس موثيرا عن تقدم لخطبة نيرة أشرف ورفضها له، مشيرا إلى أنه لم يفكر في الأمر لا من بعيد ولا من قريب، وأنه كان يرهب بالصدفة بسبب طبيعة تواجدها في القاهرة. وأضاف أنه طالب في قسم لغة عربية كلية آداب جامعة المنصورة، بينما نيرة أشرف كانت قسم لغات شرقية بالكلية، وأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الخاص بالقسم الخاص به كانت في اليوم التالي للجريمة وليس في نفس اليوم، وأنه علم بالحادثة بعد تنفيذها بحوالي 3 ساعات. ظهور شخص جديد في قضية نيرة أشرف يثير جدلا. لا زالت جريمة قتل الطالب نيرة أشرف مليئة بالأجواء المثيرة للجدل، ومؤخرا أثار ظهور شخص مجهول يرتدي تيشيرت أصفر مع المتهم محمد عادل الطالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة قبل ارتكاب جريمة قتل نيرة أشرف عبد القادر أمام أبواب توشكي بجامعة المنصورة، حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيال وجود طرف مجهول في ارتكاب الواقعة. وأشار البعض أنه ربما يكون أحد زملاء القاتل من أقارب الفتاة الضحية. وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الشخص قد ظهر في صردق أعزاء نيرة أشرف الذي أقيم بالمنصورة بعد الحكم بإعدام القاتل، مما يثير الشكوك والغموض حول هوية هذا الشخص. وكانت كاميرات مراقبة لعدد من المحلات التجارية رصدت الدفاع عن طالب نيرة أشرف متطوعين، وذلك خلال درجة النقد على الحكم بحق المتهم بإعدامه.
مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن نيير أشرف مجانا ذبحت مرتين. تطوع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للدفاع عن نيير أشرف طالبة جامعة المنصورة بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات النيل من سمعتها. وقال مرتضى منصور في تصريحات للمصر اليوم: نيير أشرف طالبة المنصورة ذبحت مرتين، المرة الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض من الأفراد في سمعتها وعرضها. وتابع رئيس نادي الزمالك: هناك مشبوهون يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيير أشرف طالبة جامعة المنصورة، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي. وكشفت مصادر أمنية بقطاع الحماية المجتمعية السجون سابقا عن ارتداء المحكوم عليه بالإعدام محمد عادل قاتل نيير أشرف المعروف عالميا بطالبة جامعة المنصورة البدلة الحمراء ملابس الإعدام عقب وصوله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بجمصة. وقالت مصادر للمصر اليوم أن المحكوم عليه محمد عادل وصل إلى قطاع الحماية المجتمعية بالمنصورة وسط حراسة أمنية مشددة عقب النطق بالحكم، وعلى الفور قام الضباط بفحص وتفتيش النزيل وفقا للوائح القطاع وصرف ملابس الإعدام له البدلة الحمراء. الحكم على محمد عادل قاتل نيير أشرف فتاة جامعة المنصورة. قضت محكمة جنايات المنصورة الأربعاء بالإعدام شنقا على محمد عادل قاتل الطالب نيير أشرف ذبحا في جريمة روعت الشعب المصري. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعيد السمدوني ومحمد الشرنوبي وهشام غيث وسكرتاريا محمد جمال ومحمود عبد الرازق. وكانت المحكمة قد أحالت الجلسة الماضية أوراق المتهم بقتل نيير أشرف إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد. وحددت جلسة الأربعاء 6 من يوليو تموز النطق بالحكم. وخلال جلسة محاكمة قاتل نيير أشرف الماضية وجه رئيس المحكمة رسالة للقاتل قال فيها: جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أرهق دما طاهرا بطعنات غدر جريئة. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب قبول فريد الدب بالقضية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.